أحييكم في كل مكان سادتي المشاهدين. ملف القوات الأجنبية على الأراضي العراقية ما زال إلى اللحظة يتحرك بصورة ضبابية، فبين مواقف تصدر بشكل مستمر من القوى السياسية والحكومة تتحدث عن ضرورة أن يكون هناك تحرك سريع من خلال الحوار بين بغداد وواشنطن لأجل إنهاء هذه المهمة، مهمة التحالف الدولي بشكل عام، وإنهاء وجود القوات الأمريكية على الأراضي العراقية بشكل خاص. هذا من الجانب العراقي. في الجهة الأمريكية، البنتاغون والإدارة الأمريكية الحديث مختلف تماما عما تتحدث به الأطراف السياسية العراقية. فالبنتاغون يتحدث بالطريقة التالية: أن الحوار بين بغداد وواشنطن في هذه الفترة وفي الفترة المستقبلية لن يفضي إلى نقاش يتعلق في إنهاء الوجود العسكري للقوات الأمريكية في الأراضي العراقية. في المقابل، بايدن يتحدث اليوم عن أن الضربات العسكرية في العراق وسوريا ستستمر إلى حين تحقيق النتائج، دون الحديث عن شكل ونوعية النتائج التي تبحث عنها الولايات المتحدة الأمريكية. وفي المقابل، نسأل في استوديو العاصمة لهذه الليلة: كيف يمكن أن يكون هناك عمل حقيقي على إنهاء هذا الوجود في ظل رغبة أمريكية باتت واضحة في أن تستمر وأن تبقى هذه القوات على الأراضي العراقية، بالتزامن مع نوعية التحولات الحاصلة في المنطقة بشكل عام وفي العراق بشكل خاص؟ ونسأل أيضا عن إمكانية أن تنجح أو توفق القوى السياسية في إيجاد إجماع وطني بعد الذي حصل في تلك الجلسة داخل مجلس النواب والاتهامات المتبادلة بين مختلف الأطراف السياسية، فهل تتمكن هذه المنظومة، هذه القوى السياسية من إيجاد معادلة يكون فيها الإجماع والتوازن الوطني حاضر في قضية تتعلق في الأمن القومي وفي ترتيب أوراق الملف الأمني العراقي؟ أحييكم وأناقش هذه الملفات مع ضيفي هنا في الاستوديو النائب والوزير الأسبق الأستاذ جاسم محمد جعفر. أرحب بجناب كل الترحيب، حياك الله أستاذ جاسم. وأيضا سيكون معنا في قادم الوقت النائب الدكتور علاء الركابي. أرحب بحضرتك أستاذ جاسم وأسألك عن إمكانية أن يكون هناك عمل حقيقي بعيدا عن حالة التصريح وحالة التشنج الموجودة داخل الأروقة السياسية وحتى داخل مجلس النواب، وهل من الممكن أن يكون هناك عمل حقيقي على إنهاء مهمة التحالف الدولي بالطريقة التي يبحث عنها الجانب العراقي ابتداء وبالطريقة التي يفكر فيها الجانب الأمريكي أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيات لجميع المشاهدين الكرام. أنا أتصور الآن وضع العراق، وضع المنطقة على كف عفريت بصراحة، وأي تصعيد لن يكون مصلحة أحد، لا مصلحة العراق ولا مصلحة سوريا ولا مصلحة لبنان ولا حتى مصلحة أمريكا ولا حتى مصلحة إسرائيل، رغم بأنه يلعب لعبة خبيثة في إيجاد البلبلة في المنطقة. في كل أحوال عن أي تصعيد في المنطقة يكون ضرره، والمتضرر الأكبر راح يكون في العراق. لذا نحن نرى بأنه قضية إخراج القوات البرية، نحن مع إخراج القوات البرية، نحن مع قرار الحكومة. أنا أتصور هذا شأن حكومي صرف، شأن حكومي لا بد للحكومة أن ترى وتدرس وتتشاور. أنا أتصور أولا شنو الهدف من الجلسة؟ هل هناك قانون لإخراج القوات؟ لم يكن، يعني لم يكن قانون مطروح على البرلمان حتى يقرأوا القراءة الأولى والقراءة الثانية ويذهبوا. إذا كان الهدف منا القرار، والقرار موجود سابقا حول إخراج هذه القوات، وأتصور الكل مع إخراج، ولكن بآلية محترمة ومتفق عليه، أن تقوم الحكومة، أن تدرس الحكومة مدى الحاجة مع مدى الظروف، وبالتالي هي صاحبة الشأن في إخراج هذه القوات، سواء كان الآن بشكل مستعجل أو بفترة قليلة. وبالتالي نحن يعني بصراحة عندما ندخل في هذه القضية نحرج الحكومة ونحرج الوضع ونوجد حالة من الفاصلة بيننا وبين المكونات الأخرى. يعني جلسة البرلمان مثلا الأخيرة ترى فيها أستاذ جاسم حرجا للحكومة وحرج للوضع السياسي من خلال أحداث أزمة؟ لا لا، هو الجلسة يصير مرات رد فعل بقصف أمريكي ظالم. هذا الرد فعل لابد أن يكون لكل فعل رد فعل، يكون هذا رد فعل، ولكن ما واضح لهذه الجلسة ماذا يريد. إذا صوتوا ورفعوا أيديهم لإخراج هذه القوات ينتهي القضية، وهذا صاير قبل.
هل هناك قانون يريد يسنونها؟ ماكو قانون لحد هسه مطروح يقرأ قراءة الأولى وقراءة الثانية. إذا الهدف أنا أراه بأنه فعل ورد فعل مو أكثر من هذا، وتحويلها إلى قضية تهديد لمكون، عدم تهديد لمكون، بصراحة هذا يعقد الأجواء. وهل من الصحيح، يعني رح ناقش هذه النقطة، لكن هل من الصحيح أن يتم التعامل مع هكذا أحداث نوعية تحصل في الأراضي العراقية وترتبط في أمن مستقبلي بردات الفعل؟ ما نتحدث عن برلمان. لا شوف علي عزيزي، الضربة اللي توجه إلى قائد ميداني من الحشد شيء صعب علينا. ضرب المؤسسات الأمنية العراقية شيء ثقيل علينا. تمام. شلون نقدر يعني إحنا نطلب من الفصائل أن لا يضربوا المؤسسات الأجنبية الموجودة على الأرض كالسفارات وشيء، وبالمقابل عندما ينضربون يجب أن نقف معاهم ونستنكر الطرف الضارب، وهذا يتبين بردات فعل. وإلا كيف يعني شو تريد أن تكون ردة فعلكم؟ اضربوا أنتوا. وطبعا أننا نسعى على أن لا رد فعل لا يسبب مشكلة داخلية. يعني مثلا ذكرت قبل قليل التهديد، التصريحات باتجاه المكونات الأخرى، التصريح يعني والتلميح بدأ بهذه الطريقة بعد الجلسة، أنا من لم يحضر خوفا من الموقف. في كل الأحوال أنا أتصور المكونين السني والكردي باعتياد عندهم موقف يختلف عن موقف الكردي، واضح بأنه مع بقاء القوات، بس اللي خجول يريد وما يريد، وحتى أطراف من الشيعة يعني من المستقلين هم مو كلش ضد إخراج هذه القوات. ليش المستقلين كلهم كانوا حاضرين؟ يعني في كل كان الأحوال غياب وإلا 70 مقابل 180 معناته أكو حتى من داخل الجهات الشيعية نوع من أنواع يعني عدم الذهاب بقوة بهذا الاتجاه، لأن مثل هذه الجلسات ما واضح معالمها شنو، ولكن تأثيرها قد تكون سلبي. قلت لك مرة قانون نذهب بسن هذا القانون كما تم في الاتفاقية، كما تم في تشكيل عن الحشد رغم بأنه الآخرين ما كانوا يوافقون عليه، شأن سياسي مهم. أما مثل هذه القضايا عندما يكون رد فعل عليك أن تسحب البساط، تهدئ الأوضاع، ونرجع بطاولة الحوار والتشاور، ونعطي الفرصة للحكومة على أن تقوم بهذا العمل. هو في الحوار وفرصة عمل الحكومة أستاذ جاسم، حكومة السيد السوداني تتحدث بطريقة التالية، أن الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن سيناقش إنهاء مهمة التحالف الدولي بشكل عام والقوات الأمريكية بشكل خاص، لكن البنتاغون الإدارة الأمريكية تؤكد على التالي، أنه هذا الحوار لا يشكل عامل أو مفردة الانسحاب حضور في الحوار الحالي والمستقبلي. لا، القرار الحكومة واضح بإخراج هذه القوات، ولكن مو قد لا قد لا يعني يرى مصلحة. ما ناقش هذا. لا قد لا يرى مصلحة الآن. لأن أنا أول بارحة بالليل والله كان رئيس الوزراء يعني حدد بأن هناك تهديد لداعش، هناك مشاكل، ومعناته كأنه إحنا نريد بإخراجهم، ولكن لابد أن يكون آلية تدريجية مكونة من عمليات معينة. سماؤنا هل إحنا قادرين على بطياراتنا على أن نغطي على السماء؟ أخاف هاي المرة يطلعون هذول الإسرائيلي العبينة مثل ما تلعب في سوريا، يعني هاي المسائل هم موجودة. هذه المسائل أنا أتصور نحن نعطي الفرصة الكاملة للحكومة على أن تتشاور وتأخذ القرار، ونحترم قرار، رغم أن نحن أنا أقول في الاتحاد الإسلامي وفي كثير من المجالات الإسلاميين مع إخراج القوات البرية القتالية الأمريكية، ولكن هذا كما قلت لأنه الحكومة دعتهم بعد أحداث داعش وبعد أحداث كورونا، إجوا وصاروا يعني صديق للقوات العراقية بدفع الضرر. علينا أن نعطي الفرصة للحكومة على أن ترى المصلحة في إخراجهم الآن بعد شهر بعد سنة. لا نريد أن نكون صاحب قرار ما دامت الحكومة هي صاحبة. أستاذ جاسم، وكيف يمكن للحكومة أن تتخذ قرارا واضحا وقابل للتنفيذ في هكذا ملف تختلف فيه القوى السياسية؟ في النهاية الحكومة هي رؤية القوى الأساسية كلهم السياسية. أستاذ علي، القوى الأساسية كلهم أعطوا الفرصة للحكومة على أن تقوم بهذا العمل. يبقى بعض القوات، بعض الفصائل، بعض القوات نوعا ما مرت عليه ظروف قاسية، انضربت، تأذت، انظلمت،
قد يكون له رد فعل، ولكن القوى الأساسية في الإطار وفي إدارة الدولة أعطيت الملف بصراحة للحكومة. كرديا مثلا أعطي الضوء الأخضر، حتى الأكراد حاليا. صحيح تصريح رئيس وزراء الإقليم كأنه بعدين غير رأيه، قال نحن مع قرار الحكومة، ولكن قرار الحكومة لحد هذه اللحظة ليس قرار حازم بإخراجهم آنيا. أنا أتصور قرار الحكومة عندهم يعني في حالة تدريج في قوات يعني في إخراجهم في آلية معينة، أكو مستشارين، أكو هناك إدارة تخوف السماء. أستاذ جاسم تلمس هناك تخوف من السيد السوداني في إصدار موقف حاسم وصارم في إنهاء الوجود العسكري الأمريكي؟ ما هناك من أخذ يعبر الأمر بهذه الطريقة؟ قد تكون هناك مخاوف رغبة بولاية. أنا برحب اللي سمعت شو اسمه، أتصور الرجل بثلاث نقاط منحرج بي. أولا وجود داعش لا يزال يهدد. ثانيا سماء العراق لحد هسه ما ممسك عراقيا بشكل جيد جدا. ثالثا نحن نريد تدريب بصراحة لبعض إمكاناتنا العسكرية، إمكاناتنا ما دمنا في على فوهة يعني بركان مع إسرائيل مع بعض الدول داخلنا، وبالتالي نحن نريد بصراحة أن يكون نعطي للحكومة دور، والحكومة لا أرى بأنه تعمل بقوة، لأن كما تفضل جنابك لحد هذه اللحظة الظاهر ملف إخراج القوات ما مطروح بقوة الآن. رغم كل هذه المشاكل يعني الحديث الذي أسمع من الأمريكان وبعض القادة العسكريين، نحن نتشاور كم هذا العدد وإلى كم نريد نوصل. ما جاي نناقش انسحاب، ما جاي يلا طلعوا من العراق. أكو عندهم برنامج معين حول هذا، ونحن نعطي الفرصة للحكومة على أن تقوم بهذا العمل. جيد. هو في الإجماع الوطني، خلينا نتحدث سؤال جاسم في هذه النقطة، كيف نصل إلى مرحلة الإجماع الوطني والصوت الوطني الواحد في قضية تتعلق في إنهاء وجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية؟ سنيا الموقف متذبذب كما عبرت، كرديا ربما هو الموقف واضح وهناك مخاوف في مرحلة ما بعد الانسحاب إذا ما حصل، وحتى شيعيا هناك انقسام على اعتبار أن قوى السلاح السياسي لديها رؤية وقوى سياسية من دون سلاح كمثلا دولة القانون لديها رأي ووضع مختلف تماما، بالتالي كيف يمكن أن يكون هناك إجماع بين كل هذه القوات؟ نحن كدولة قانون مع إخراج هذه القوات، ولكن تمام. يعني مو إخراجها الأمر مختلف يعني بما نسمع ونرى، ولكن نحن نرى كإدارة دولة نحن والكرد والسنة بأن هذا الملف أعطينا الفرصة الكاملة والاحترام الكامل للقرار الحكومي، وبالتالي هذا يوحدنا، هذا القرار الحكومي، هذا حكومة أصل حكومة إطار وحكومة إرادة يعني التحالف، وبالتالي هذه الحكومة هي التي يعني يعطينا الجواب عندما نسأل لماذا ما خرجوا، يعطينا يقنعنا بأنه قد يكون بقاؤهم شهر شهرين ثلاثة ما أدري، قد يكون مفيد للعراق، وبالتالي الملف عند الحكومة. يعني أصحاب الذين الآن يؤمنون بإدارة الدولة كل المكونات الآن موجودون في الحكومة، ليس هناك معارضة، تعرف الكل شاركوا في تشكيل، أعطي هذا الملف للحكومة، وبالتالي الحكومة عليه أن يوضح ويتحدث بشفافية ويبين بأنه إحنا مع إخراجه، وإذا كان إخراجه مفاجئ شنو ضرره، وإذا كان إخراجه بعد مدة فترة. جيد. الحكومة أيضا هناك من يراها هي في دائرة حرج كبير أستاذ جاسم، بمعنى أنه نفس الأطراف السياسية اللي ذكرتها حضرتك قبل قليل هي تعطي الدعم الكامل للحكومة من أجل إنهاء هذا الملف، في نفس المنظومة الحاكمة والتي اشتركت في إدارة الدولة الآن في تحالف إدارة الدولة هي تمارس سلوكا عسكريا ضد القوات الأجنبية في الأراضي العراقية خلافا لعمل الحكومة الآن. هاي الجهات أعلنوا بأن سوف لن نقوم بهذا العمل، رغم الأمريكان قاموا بعملية عسكرية ما كنا نتمنى، وهذه العملية عقد الوضع بشكل أكثر، وما تفضلت بجو بايدن لا يزال يهدد يعقد الأجواء أكثر، وإذا استمروا بهذه القضية نحن اعتيادي، يعني ما ممكن أن نسكت على غطرسة وعلى استكبار وعلى ضرب قواتنا ومؤسساتنا، ولكن نحن الآن في الوقت الحاضر التصعيد وعدم الاستقرار والوضع المتشنج الحالي ليس بمصلحة أحد بصراحة. من المحرج أكثر الآن من بين القوى السياسية في ملف
إنهاء وجود القوات الأجنبية سنيا شيعيا يعني كرديا؟ الحكومة أكثر إحراجا لأن أكثر من الإطار؟ هو يعني قلت لك الإطار هو صاحب الحكومة نعتبر بأن حكومة الإطار، ولكن الإطار حتى تعطي الفرصة لمن يرى المصلحة، مو أنا جاسم محمد جعفر أرى المصلحة بأن لابد أن تخرج هذه القوات هذه الليلة، لأن ما أدري جزئياتها بصراحة، ولا حتى بعض الجهات ولا بعض الفصائل قد يكون عندهم ألم واستنكار وظلم، سواء كان بما يدور في غزة ودعم أمريكا لإسرائيل وما تحدث في سوريا وما يحدث في العراق وما هذه المسائل كلنا نراه بأن أمريكا متورطة بهذه المسألة، وبالتالي يحرجنا أمريكا عندما تقف مع إسرائيل ضد المسلمين ضد الفلسطينيين ضد المقاومة، وبالتالي يعني نحن ننحرج بهذه القضية، على أمريكا أن تراعي هذه المسائل حتى نصل. يعني الآن أنا أرى من بعيد هناك تهدئة ووقف عن أدوار بين إيران وبين أمريكا، أحدهما لا يتقرب على الثاني، إما خوفا من التصعيد، أما خوفا على أن قضية إسرائيل قد تتطور أكثر من ذلك. المواجهة ما راح تكون مباشرة، بطريقة غير مباشرة، وهذا اللي يحصل الآن في العراق. ليش نحن ندخل في هذا؟ ليش أمريكا يأخذ أرض العراق بهذه المسألة؟ وكذلك نحن نأخذ أرض العراق ب يعني أكو يعني القضية كأنه أرض العراق صار أرض بديلة لمن يهدد أحدهما الآخر. هذا هو بضرر الشعب العراقي بصراحة. جيد، في قضية المخاوف الداخلية من الاتفاق على الانسحاب، نحن نتحدث عن هذه النقطة والخلاف الموجود سياسيا الآن، وكل طرف عبر عن مخاوفه، كيف يمكن أن يقدم ضمانات الإطار الحكومة للقوى السياسية التي لديها مخاوف من مرحلة ما بعد مغادرة القوات الأمريكية؟ وأنت تعلم جملة من المخاوف. هم مشاكل بصراحة، هم مخالي يعني. يعني الأمريكان عندما خرجوا في 2011 أوجدوا لنا داعش بشكل قوي، وكان يعني مؤذي لنا بشكل عام. لذلك سنيا يقول لك أنت أملي حتى شيء إنه ما راح يتكرر وياي سيناريو داعش، ومن يقدم الشهداء؟ لا أقصد كمناطق. في كل الأحوال أنا بصراحة مع هذا الاتجاه بأن الحكومة تدرس كل جوانب هذه المسألة، قادرة على رد داعش، هل الداعش باقي، هل داعش قوية، هل أمريكا عندما تخرج تحرك داعش ضدنا بآلية معينة، هذين كله لازم ندرسها، هل سماعنا قادرين على السيطرة عليها، لا يتحول سماعنا كسماع سوريا بصراحة أو سماع لبنان. كون الأمريكان موجودين بصراحة إسرائيل ما يتجرأ يعمل بشكل واضح في سماع العراق بضرب منا وضرب منا حتى تقوم الفتنة، ولكن إذا عندما تخرج هذه القوات الأمريكية عندما أقول أنا ما أدخل بعد أنت وإسرائيل روح تكاون مثل ما تسمي، هل إحنا قادرين على أن ندخل حرب؟ هذه المسائل بصراحة معقدة، لابد للجهات الأمنية بس مع القائد العام للقوات المسلحة أن تدرس كل جوانبها وتخرج بنتيجة. هذه راح تحتاج الوقت، هي الآن مضغوطة حتى إذا تحتاج وقت، ما تتعرض إلى ضغط. يعني شوف عزيز علي، يعني إحنا وإذا طلعوا بعد أسبوع شو يصير؟ يعني إحنا هدفنا بأنه لا تبقى قوات قتالية، هاي القوات القتالية بعد أسبوع يطلعون نضمن حدودنا، خلي يطلعون حتى إذا طول شهر شهرين. يعني القضية ما لا نربطها بقضية فعل ورد فعل إلا بهذه الليلة يطلعون. وكيف ليش بالعراق قليل أكون من مرتبطين أمنيا جاسوسيا فسيولوجيا مع الجهات العسكرية الأخرى؟ كثيرين يعني بصراحة حتى إذا طلعت هذه القوات. ولكن مرتبطين بمن؟ الأمريكا للسي آي. وين يشتغلون؟ موجود في كل مثل ما نسميه مساحة العراق موجودين. والله بالمساحة السياسية موجودين؟ حتى بالمساحة السياسية موجود، يعني أكو ناس مرتبطين ويعتقدون بهذا الارتباط، مو بس يعني مجرد يعني آلة أو أموال أو شيء، لا يعتقدون بأن قوتهم بهذا الارتباط. يعني هذه المسائل موجودة في كل المكونات بدون استثناء. إذا لماذا لا نحن نستعجل يعني بقضية قد يكون من ضررنا؟ وبالتالي أحسن القرار على أن نعطي هذه الفرصة للحكومة، وحكومة إطار، ويومية السيد رئيس الوزراء قاعد مع الإطار ويوضح لهم سبب بقاء يوم يومين ثلاثة عشرة، وحتى من يقنعنا يعني ما معقول ما يقنع رئيس الوزراء وهو ضمن الإطار. جيت، وفي هذه المخاوف أيضا
مثلا خليني أتحدث عن ربط الأحداث بعد الجلسة الأخيرة في مجلس النواب اللي كان من المفترض أن تناقش قضية القصف الأخيرة التي حصلت في منطقة البلديات. عدد من النواب صرحوا بالطريقة التالية: مثلا على المستوى السني لن يكون هناك حضور للنواب في الجبهة المقابلة والحديث عن نواب الإطار من أجل انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب ردا على عدم الحضور. كرديا أيضا التلويح بعدم التصويت على مستحقات أو أي نقطة تتعلق في رفع أو تحقيق زيادة لمستحقات إقليم كردستان. يأتي السؤال هنا أستاذ جاسم، هو كيف يمكن لهذه الأطراف السياسية، أتحدث سنيا كرديا الآن، أن تدعم وتشعر بعامل الثقة وهي تستمع لهذه التصريحات والمواقف مع وجود القوات الأمريكية، وهي التي تقول أنه لديها مخاوف؟ أصلا علي أي جديد صار من 2003 لغاية يومنا هذا يصير هاي، ولكن هو يعرف بأن العقلاء من الأحزاب والزعماء السياسيين هم من أول يوم من 2003 مؤمنين بالشراكة في إدارة الدولة العراقية. ما عندنا رغم الشيعة الأكثرية لحد هاي اللحظة ما فرضوا أكثريتهم بشكل ديمقراطي، إنما آمنوا بالشراكة بإدارة الدولة، رئيس الجمهورية للكرد، رئيس البرلمان للسنة، رئيس الوزراء العراق، ونائب رئيس الوزراء من السنة، نائب رئيس الوزراء من الكرد، وهكذا. يعني نحن آمنا بالشراكة، وهذه الشراكة هو بصراحة يعني رأس مال استقرار العراق، رأس مال إدارة الدولة، رئيس مال إرسال رسائل لكل الأطراف بأننا لا نريد الدكتاتورية في مستقبل العراق. حتى الكردي يؤمن به، وحتى السنة يؤمنون به، ونحن لسنا بصراحة لا نقبل على أنه لأنه فلان فلان ما إجا فلان، إذا نحن نأجل قضية اختيار رئيس البرلمان. مو صحيح هذا بصراحة، لا بد أن نكون واقعيين. هذا ضمن الشراكة بأنه يجب أن نختار من المكون السني احدا لرئيس البرلمان، كما تم الاختيار احد اخوة الاكراد رئيسا للجمهورية، وكما تم الاتفاق على السيد السودان رئيسا للوزراء. هذا ادارة الدولة وعمل الشراكة موجودة. اما ما حدث كما قلت يعني هو ردود فعل لدم ولقائد ولاستنكار ولهيمنة ولاستكبار من الامريكان على جهة عسكرية معينة، وهو الحشد اللي هي جهة أمنية ضمن تحت إشراف القائد. وهي ثاني عملية خلال هذه الفترة. نعم. هي ثاني عملية خلال فترة قصيرة. أي ثاني وتصور ثالث. إيه أنت ذكرت قبل قليل مفردة الرسائل، هل أرسلت حكومة السيد السوداني تعتقد أنه مواقفها تصريحاتها فيها رسائل كافية للإدارة الأمريكية بضرورة أن تمتنع عن تكرار هذه العمليات في الأراضي العراقية؟ يعني شوف احنا مع الاسف الامريكان لحد هذه اللحظه عندها نوع من انواع الغرور في فرض هيمنته، ولا مرات يعني يستجيب او يسمع لحديث الاخرين، وهذا مع الاسف لا يليق بدوله ديمقراطيه مثل امريكا ان يتعامل مع دوله عند السياده بهذا الشكل. يعني مرفوض رفض قاطع. وبالتالي رئيس الوزراء يعمل ويوصل رسالة ويعمل على يعني حل، ولكن تعرف الأمريكا ما راح لا هسه ولا قبله. الأمريكان يحسون نفسهم بأنه صاحبة الرأي العلوي في العالم كله، في أي مكان حسوا الخطورة يقومون بهذا العمل، وهذا مستنكر بصراحة غير مقبول. إذن في ظل هذه المعادلة، في ظل هذه المعادلة وفي هذه الأوضاع بالتحديد التي تجري الآن في المنطقة، قادر العراق على إقناع واشنطن بمغادرة أراضيه من خلال الحوار؟ والله احنا في الاتفاقية اللي تم أيام سيد نور المالكي يعني اقنعناهم وخرجوا من العراق. هناك من يقول لك الظروف مختلفة كانت، الآن التحديات أكبر، الصراع أكبر، يعني الصراع الروسي الإيراني الأمريكي يعني الأمريكان هم حاليا هم ما كان مثل المرحلة حتى حالي. الآن الأمريكان هم صراحة يعني قتل جندي واحد بالنسبة يصير ضجة، وخاصة انتخابات جاية، وبالتالي عودة هؤلاء إلى أوطانهم قوة لبايدن وقوة الديمقراطيين، قوة لعلاء. هذه المسائل بصراحة تفسر هزيمة. لا مو هزيمة. لا هو الآن هناك تحول في خطاب الديمقراطيين أستاذ جاسم. أنت تعلم مثلا في الانتخابات في أي موقف
انتخابي. الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة يتخذ مسار ضرورة عودة القوات في خارج الديار، ودائما ما يواجه سلوك الجمهور هذه امتياز لهم. الآن الأمور معكوسة، الآن بايدن الديمقراطي هجوم. اي هذا هناك كسر هيبة، هناك كسر هيمنة بعد عملية يريدون يعيدوها هاي الهيبة. نحن لا نريد أن ندخل بهذا المستنكر ومنتهي من عنده، ولكن هم يسووها سواء كان بالعراق في أي مكان يسووها. ولكن عندما أدخل معاه بتفاوض حول إخراجهم واقتنعوا بأنه هاي القوات بعد ماكو داعي بعيدين عن أهاليهم شيء يرجعون. تعرف 30,000 كان عدد القوات الأمريكية في العراق، كلهم خرجوا يعني ما بقى أحد من عندهم، وهذا هؤلاء يخرجون. ولكن لابد للحكومة أن يكون لها رسالة بإقناع الأمريكان بأننا إحنا مو طرد يعني بصراحة، إنما ما نحتاج بعد قوات لأن هذا يثير عليكم وعلينا مشاكل، وصار الأمريكان يعني يقبلون مثل هذه القضايا. هي تستمع الولايات المتحدة قوة الزور قوة السلاح. أمريكا ما تطلع بقوة السلاح بصراحة حاليا. المقاومة العراقية تقول أنها لن تغادر إلا بقوة السلاح، وحديثة حتى عن اتفاقية الإطار أنها غادرت بناء على ضربات. المقاومة أعلنت بأن سوف نوقف لولا لا أكو بيان فيه استنفار. أي هسه استنفار هم فعل رد فعل. الأمريكان عندما يضربون مرة ثانية بعد طبعا راح يكون رد الفعل أقوى، وراح تنضرب بصراحة المعسكرات وشي. ولكن يعني هم المقاومة أعلنوا بأن احنا نعطي الفرصة الكاملة ولن نقوم بأي عملية حتى الحكومة تدخل بتفاوض معين حتى لا تكون خروج بقوة السلاح. أتصور هذه المسألة الأقرب إلى أخراجهم. أما يريد أطلعهم بالقوة، تصور يعني ما عندنا إمكانية عسكرية قادرة على إخراج القوات الأمريكية بهذا الشكل، وهم صعب ينهزمون ويطلعون منهزمين إلا في فيتنام وفي دول معينة. يعني هاي القضية هم يحتاج يعني عملية ثورية حاسمة، كل الشعب يتهيأ، كل الوجود. احنا الكرد مو ويانا والسنة مو ويانا، جزء من الشعب. يعني معناته ليس هناك تهيؤ شعبي جماهيري كل العراق ضد الأمريكان. زيد، هو هذا اللي تختم به حديثك الآن أستاذ جاسم يدفعني للتساؤل، إذا كيف ستقنع واشنطن بمغادرة الأراضي العراقية وهي تستمع مثلا لسياسي شيعي يقول أنه ليس الكردي معي وليس السني معي، وتستمع أيضا لتصريحات ومواقف تصدر من قوى سياسية بعضها سني بعضها كردي وبعضها شيعي أيضا لديه مخاوف من مرحلة ما بعد الانسحاب، وبالتالي تقدم هذه التصريحات والمواقف على أنها مبررات أو أسباب للبقاء؟ أستاذ علي، إحنا ضمن الاتفاقية اللي كان كل السنة والكرد مشاركين في إيجاد هذه الاتفاقية وخروج هذه القوات، لأن الوضع تحول إلى وضع سياسي مبرمج. ولكن لو كان ذلك الوقت هم كذلك إذا كان تهديد نضرب مثلا من باب المثال أقليم كردستان لأنه الأمريكان موجود، نضرب مثلا فلان مكان في مناطق السنة لأنه الأمريكان موجود، اعتياد راح يزيد المخاوف عند المكون المقابل المكون الثاني. لذا نحن أتصور الهدف من هذه القضية أن نعطي للحكومة فرصة على أن تتهيأ الأجواء وتبتعد الضرب والمضاربة وتبتعد التعنف، تبتعد القضايا. أنا أتصور حتى الكرد ما عنده يعني، نعم الكرد قد يحتاج إلى أمريكا ولكن ما يحتاج قوات يدافع عنه إذا ما يحسك تهديد من المكان. شنو يضمن ما راح أقصف إذا ما غادرت القوات الأمريكية؟ لو رفعت القصف، ما قصف بعد، هو ما يصير فرشي. هو هاي المسائل اللي هو هذا اللي يشنج الوضع. عندما يكون الفعل والرد فعل نعطي للمكون الآخر بأنه أنت ارتبط بأنه ببقاء الأمريكان. ولكن عندما نعطي الفرصة للحكومة أن يعمل بآلية معينة، الكرد بها، الحكومة بها كرد. يعني مرات بعض الرسائل عن طريق وزير الخارجية. وزير خارجيتنا هو كردي. يعني معناته الكردي حاضر في الحكومة، والعرب السني حاضر في الحكومة، والشيع حاضر، وحتى في التفاوض موجودين كلهم. وبالتالي عندما هذا الكردي اللي قاعد يتفاوض، لكن جلسة البرلمان كانت واضحة. لا هسه هاي قضية ثانية، قلت لك هذا فعل رد فعل، مو قضية يعني هسه احنا احداث الذي يعني انا حتى للنقاش ما جيت وياك في الجلسة اتحدث عن النواب، مو انت جاي على النقاش، مو انت جاي عن في هذا الموضوع بالذات. وطبعا انا هم عندي مخاوف، انت يعني انا ما اريد اطيء
الحق للكرد ولا الحق، يجب أن يحضروا ويتحدثوا ويقولوا بأنه إذا خرج الأمريكان شنو الدليل، إحنا أنتم تضربون يعني. هو بصراحة تحدث بهذه النقطة أستاذ جاسم، الحكومة منذ بداية تشكيلها رفعت شعار الخدمات، وبالتالي هي تركز كثيرا في هذا المفصل. ظهر هذا التحدي بعد عملية طوفان الأقصى، أربك الحسابات في المنطقة، والعراق كانت جزءا مشتعلا في هذا الصراع. حكومة من ضمن أولوياتها وهدفها الأساسي هو ملف الخدمات، هل تعتقد أنها ستوفق في هذا الملف الاستراتيجي؟ لحد يعني مقبول لحد هذه اللحظة في ملف الخدمات وفي ملف الإعمار مقبول. أنت تحدث بهذا الملف، ملف التعامل مع القوات الأمريكية في الأراضي العراقية، يعني هي هذا كان شعارها خدمي، مركزة بالجانب الخدمي، ظهرت لها هذه الأزمة وهذه المشكلة، تعتقد راح تنجح، راح توفق في إدارة هذا الملف، ملف القوات الأجنبية؟ نعم، إذا أعطينا الفرصة تتوفق، أنا مطمئن إذا أعطينا الفرصة. أما إذا شنو الفرصة اللي تحتاجها؟ يعني إذا ما ضربنا، إذا ما تحدينا، والأمريكان ما ضربوا وما تحدونا، الحكومة قادرة على حلها. أما إذا تحولت القضية بين أمريكا وبين بعض الفصائل، هو اعتياد الحكومة راح تكون محرجة. يعني الحكومة هم تتحدث، يقول بأن إحنا ما معقول أني أقول للأمريكان لا تضرب تنضرب، ما معقول أقول للفصائل لا تضرب أمريكا يضربهم. هاي المسائل لازم الطرفين يصير عندهم فعالية. نعطي الفرصة، عندما أقول نعطي الفرصة ونحترم القرار، علينا أن نسكت بعد، على أمريكا أن لا تصعد بأي ضربة، وعلى الأطراف المقاومة على أن لا تصعد، إلى أن نعطي الفرصة سنة سنتين، إلى أن نطمئن بأن الحكومة لا ما تريد تطلعهم. ذاك الوقت هاي قضايا ثانية. أما ما نعطي الفرصة، ما يمكن أن نتوقع من الحكومة على أن يقوم بهذا العمل. جيد، خلينا نناقش بشكل عام الآن أستاذ جاسم، وإحنا نتيجة لهذا الأمر السيادة تنتهك بشكل مستمر. نعم. المواقف هي الأخرى تختلف أيضا، مثلا طريقة تعاطي بعض الأطراف مع قصف يأتي على الأراضي العراقية من الجانب التركي يكون مختلف عن ذلك الذي يأتي مثلا من الجانب الإيراني. في المقابل الآخر يتعامل مع العملية بطريقة معكوسة أيضا، تركيا يراه طبيعي، إيرانيا يراه فيه مشكلة، العكس أحيانا يحصل لقوة سياسية أمريكية، القصة تكون مختلفة تماما. عراقيا كيف يمكن أن نتفق على مبدأ السيادة دون النظر على من قصف الأراضي العراقية؟ أولا نحن نرفض كل من كائنا من كان أن يستهدف سيادة العراق أرضا وشعبا وقيادة وإلى آخره، سواء كان من جانب التركي أو من جانب الإيراني أو من جانب الأمريكي أو من جانب أطراف أخرى. كذلك نرفض على أن يستهدف المؤسسات الدولية الأجنبية الموجودة داخل العراق بشكل رسمي، ما مقبول. أنا جايب لعندي سفارة تنضرب السفارة يعني، والحكومة ما تقدر تدافع عنها، هاي كذلك مرفوض رفض قاطع. هاي القضية بصراحة يعني لابد للحكومة أن يكون نوعا ما حازم، هل هي قادرة ما قادرة قضية ثانية. أنا أتصور حكومة خوب فشلت في رد الصدع عن تركيا، وآخر زيارة الجهات التركية واضح يقول احنا حاضرين ما نضرب بيكيكي، بس تعالوا تضربوا، هل قادرين تضرب بيكيكي وحاضرين نعطيكم نقاط. او مثلا ايران قال ما نضربكم، طلعوا هذولا من اقليم كردستان. مرات اقليم كردستان بصراحة يولد لنا حالة من الحرج، ويعطي الفرصة للدول المعادية. في العملية الاخيرة ما الحرج الذي فعلته كردستان وبالتالي جعل طهران تقصف في هذه يعني الطريقة؟ استاذ علي الحكومة كذبت الرواية الإيرانية. لا والله حكومة لو يكذب 100 مرة ولو ما يكذب 1000 مرة، هناك يعني إسرائيليين، هناك استخبارات إسرائيلية تعمل في اقليم كردستان. اها، اي طبعا مستشار الامن القومي السيد قاسم العرجي قال هذا بيت، ما ادري، بس انا اتصور كان يعني ما أولا ما كان إلى حق يحكي بهاي السرعة، خلي حقي خلي يشوفها. أما تسألني هل هناك جواسيس إسرائيليين، هل هناك تدريب لبعض الجهات ضد إيران أو ضد تركيا في كردستان؟ لا أكو، أنا أقول أكو.
هي اما هسه نفس هذا المكان كانوا موجودين مو موجودين، هاي تبقى مع استخبارات دول. في النهايه ايضا هل نعطي يعني اجازه بانه ضربوا هم مرفوض عليهم ان يقول للحكومه اكو فلان مكان روحوا تقلوهم، روحوا ضربوهم، روحوا طلعوهم، حتى احنا نحكي مع الكرد بشكل واضح ونحرجهم ونقول بانه احنا بعد ما نقدر يعني ندافع عن نفسنا اذا انتم جايبين هذول مخلفين. ما هي الحكومه على هذه عندها معطيات تثبت؟ طبعا انا مطمئن مخابرات يدرون بها، يدرون انه المواساه موجوده؟ بالي بالي موجود. المخابرات العراقيه مطلع الحكومه مرات كثيره حول وجود المواساه في اقليم كردستان. جيد انا وهم ما ينكرونها، ترى الاخوه الكرد ما ينكرون. من احنا يقول احنا اراضينا مفتوحه يجينا سبب لنا هذا، بس لا مو هالشيء. اي ما هي في بغداد مثلا كانت احتمال موجود في بغداد طبعا، هاي هم قضيه. من يقول هم مو موجودين في بغداد؟ تم اعتقال؟ لا لا صحيح، لا صحيح احد الشخصيات. اي بس وضع كردستان كانت تلعب دور صحفيه. يعني انا اقول لك بانه بيكيكي وتركيا هذول حساسين، يعني نقول ماكو بيكيكي في اربيل، ماكو بيكيكي في سليمانيه، لا اكو اكو. انا خليني اسالك هذا السؤال الان، انا كمواطن مثلا كردي واستمع لحديث سياسي وسياسي مهم وقيادي يتحدث بطريقه التاليه، أن إقليم كردستان فيه مقار عسكرية مدنية لجهات خارجية تعمل في الأراضي العراقية، وبالتالي نحاول أنا وأنت أن نتفق على قضية إنهاء وجود القوات الأمريكية في الأراضي العراقية. كيف يمكن أن أتي معك وتقنعني في المضي في هذا القرار وأنا أستمع لهذا الحديث منك؟ أنت تتهمني. يعني شوف، لا ما أتهمك. لا هو أنتوا علم إسرائيل ولقاءات إسرائيل ولقاءات شخصيات على المستوى الرسمي موساد. لا لا، مرة قضية يعني نوعا ما كلش سكرت في بغداد، في مناطق أخرى ماكو مكاتب واضحة ولا أحد شال علم إسرائيل ولا أحد ادعى بأنه عنده علاقة مع إسرائيل. هاي قضية يمكن المخابرات أن يفتش عليهم ويقدر يعتقل أي إنسان. أما في إقليم كردستان العملية واضحة، يعني الحركات بشكل واضح، أعلامهم، حركاتهم، نزولهم، صعودهم، بنوكهم، دعمهم لبعض الفصائل ضد إيران ضد تركيا، كلها موجودة. يعني ما ممكن يعني بصراحة القضية نحكيها وتحدث لا الأكراد ما يدرون بها أو الحكومة ما تدري بها، لا هذا هو ما مقبول بصراحة. نعم نحن كمؤسسات أمنية اتحادية ما لنا حق ندخل في اقليم كردستان، لا الحدود احنا بيدنا ولا سيطره هذه المكانات بيدنا ولا مخابراتنا، يعني هاي اكو مؤسسات اتحاديه يجب ان يكون حاضر في اقليم كردستان، ولكن باي دليل من الدلائل صحيحه غلط هاي ما اريد ادخل بها. هذه الامكانات وهذه القوات الاتحاديه مو موجوده، حتى نحن عندما نتحدث مع التركيين نقول احنا نطلع البيكيكي ماكو داعي انت تضربهم، ما اقدر، لان مهما يكون هذول كرد هذول كرد يصير بيناتهم نوع من انواع العاطفه والمحبه والالفه، وبالتالي يقدرون يضمون نفسهم. وكذلك بالنسبه لعلاقه حكومه اقليم وزعماء اقليم وعلاقتهم مع اسرائيل وبعض اطراف اسرائيل، يعني هاي المسائل. جيد استاذ جاسم، هو في وضعنا الحالي الان لدينا وضع سياسي مضطرب، لدينا وضع امني في حاله التقدم والتطوير ومحاوله التسليح، ولدينا وضع اقتصادي هو مرتبط ايضا بالمزاج الامريكي بشكل واضح وكبير. هذه المعطيات العناصر الثلاث، هذا المثلث، هل يعطي امان وضمان لمرحله ما بعد الانسحاب؟ لو لا تشوف اكو مشكله تصير باحد اضلاع هذا المثلث. استاذ علي، انا لست مع التصعيد ضد امريكا. انا لست مع التصعيد. ونعم بالتشاور بالتحاور، وحتى مرات قد نتنازل ببعض القضايا بضغط امريكا مرات. احنا شوف، اولا شعبنا ليس متحدين بمفهوم واحد وهو اخراج الامريكان، اكو جهات ما يريدون. اني لو مقسم الى ثلاث دول، هاي السنه وهاي الكرد واحنا الشيعه وحدنا نطلعهم، هاي فرد قضيه يعني مو وقتها، اقل شيء قد يكون بالمستقبل يصير ما ندري بها. ولكن انا ادخل في صراع وأفقد حكومة وأفقد السيطرة ويأتي مرة ثانية مكون آخر يأخذ الحكومة ويتمكن علينا ونذهب للمعارضة مرة أخرى، هذا نرفضه رفض قاطع. والأمريكان قادرين على إيجاد مثل هذه اللعبة بصراحة، قادرين على أن يتبنوا مثلا يعني أنه يتم إسقاط الحكم؟
ها؟ يتم اسقاط الحكم الحالي. يعني تغيير مثل ما صار في مصر يعني ستاعد، مصر مو بعيدة علينا، ودول كثيرة مو بعيدة علينا، الأمريكان دخلوا وغيروا النظام. احنا يأتينا علماني شيعي يمثل الشيعة، هذا هم صعب علينا. ليش إلا إسلامي؟ ها؟ إلا إسلامي؟ إيه أنا أؤمن. أنا أؤمن، أنا إسلامي أخوي، مو أنا شو اسمه. شنو المشكلة إذا أجى شيعي علماني؟ أنا قوي، ليش يجي شيعي علماني؟ أنا قوي وعند ناس وعند أدخل انتخابات وأكسب. بس عندما أدخل في صراع بهذا الشكل السافر قد يؤدي إلى هذا المطاف اللي أنا أتحدث فيه. ولكن في كل الأحوال علي أن أحافظ على هذا النظام، أولوياتي على أن أحافظ على هذا النظام الديمقراطي الحالي الموجود الذي يؤمن بالديمقراطية. تجربة الكاظم كانت تجربة الشيع العلماني. إيه ما كان موفق، يعني شنو كان موفق؟ عبر مرحلة. شفنا من عنده غير الضرر، لا ما شفنا منها شيء. رغم أنه يعني إحنا جبناه كإسلاميين، هو صحيح كشخص، ولكن من يدير الإسلاميين ومن أعطى له أن يحصل هذا المكان الإسلاميين، وكذلك كذلك الإسلاميين كانوا يقدرون يسحبوا منه ما يبقوا يوم واحد. يعني هاي القضية صار بأهم باستجابة لظروف خارجية على أن لا نذهب برد فعل بأمريكا، أن يكون نمتص. ما هي الآن حتى العناوين اختلفت في موضوع التيارات الإسلامية ومن يحدد هوية هذا الشخص أو ذاك. يعني مثلا اليوم السيد السوداني، يعني نعم هو كان في حزب الدعوة، لكن هو اليوم إسلامي. هو أمين عام لتيار سياسي. أستاذ علي مو الشخص الرئيس، منو جاب هذا؟ الإطار إسلامي. أي ومتى حسينا بأنه خرج عن الطريق نغيره. هاي قضية يعني ما يحتاج على شو اسمه، وبالتالي ما نجيب ان نربي حيه تحت ابطك مثل ما نسميه، واحد يجي يضربنا وانا جاي اخليه واني صاحب الصوت صاحب القرار. نحن نؤمن بانه حتى اذا جبنا رئيس يعني علماني، بس مو مفروض علينا، احنا جبناه، مو فرض علينا امريكا او فرض علينا الكرد او فرض علينا السنه. هاي القضيه احنا لا يفرض علينا، والا مو الشخص. بالمجمل اراك تخشى هذا السيناريو أستاذ جاسم، أنه إذا ما استمرت الظروف وإذا ما استمرت هذه الضغوط قد تفكر الولايات المتحدة في إنهاء تجربة السياسي الشيعي الإسلامي؟ يعني أقل شيء يمكن يخلي العصا في آلة التطور ويحرك الساحة الشيعية والساحة الكردية والساحة السنية، وبدلا يتحول العراق إلى آلة جاذبة بالإعمار، شيء يتحول إلى حالة يعني مناوشات، وبالتالي يعني يصير حالنا حال الدول اللي بيها كثير في شمال أفريقيا، في ليبيا، في مكانات أخرى. ترى بأن الوضع غير مستقر وماكو دولة، وهذا ماكو دولة يعني بصراحة خايف. بغداد إذا صارت ماكو دولة كل محل يكون بيد يعني جهة معينة، وبالتالي ماكو استقرار. هذا مو من ليس من مصلحة أحد. هذه المخاوف مطروحة في الإطار؟ ما أدري، أنا أحكي عن صراحة رؤيتي الشخصية وتجربتي اللي 50 سنة، بأن نحن نقبل ما نقبل كان الأمريكان دور في إزاحة صدام حسين ونظامه. الآن الأمريكان مرات معانا مرات مو معانا، ولكن لحد هذه اللحظة ما صاروا ضدنا بالمعنى الضدية اللي إزاحة. شنو اللي ممكن يخليهم بالضد بشكل كامل؟ يعني إذا أنا 24 ساعة أضربهم وأريد أطلعهم وأريد أعاديهم وأريد أريد كل هاي المسائل، خشوا لكم قرة عين، يعني يريدون يروحون مثل ما سووا انقلابات كثيرة في دول كثيرة يسوون انقلابات. سيناريو الانقلاب ممكن ينجح بالعراق؟ ما أدري، إحنا هل جيشنا وشرطتنا وإمكاناتنا كلها يعني يمكن أن يكون ضامن على أن لا يكون هناك انقلابات؟ أنا ما مو كل شيء ضامنها الشغلة 100%. صحيح، ولكن قد ما يقدر يسوي انقلاب، ولكن إذا تحول العراق إلى مجموعة من المدن، مجموعة من الجهات المسيطرة على هذه المحلات والمدن، ذاك الوقت يعني شنو واحد يضمن من فصيل بصفه أو فصيل آخر بصده؟ يعني إحنا هم قد نتحول إلى مناطق. هذا يقودنا للحديث عن مشكلة السلاح أستاذ جاسم، أنه أنتم كقوة سياسية إسلامية، ما لا تخلينا أحدد عناوين، كقوة سياسية شيعية بالتحديد إسلامية، لم توفق في بناء دولة قوية، ولم توفق في تأسيس
أو في التأسيس لسلاح واحد، يعني سلاح الدولة. شوف عزيزي، احنا ضد انتشار السلاح، لابد السلاح أن تكون بيد الحكومة حصرا، تمام، بيد أي أحد. ولكن ما يمر علينا من ظروف قاسية، جو راس الأمريكان، جو راس الدول الأخرى، جو راس قضايا اقتصادية، أدى إلى وجود داعش، أدى إلى وجود اختلافات، أدى إلى وجود أكثر عدد ممكن من الفصائل، ووجود غزة وإسرائيل، ووجود سوريا ومشاكلها، وجود لبنان ومشاكلها، وكل هذه المسائل إلى تأثيراته. وبالتالي أصبح السلاح موجود في يد كل أحد. لا بد للحكومة على أن يسعى لسحب هذا السلاح، ولكن لحد هذه اللحظة ماكو اطمئنان بأن هذا السلاح إذا أعطيناه نضمن الاستقرار. وقد نخاف بأنه يكون مثل ما قلت، ماني راح نطيل الدولة، نطيل الدولة إذا 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 قضية صارت الدولة دوسي، والأمريكان والداعش وإسرائيليين وإذا صاروا حالة من الحالة الغير مستقلة داخل العراق، وذاك الوقت شلون ادافع عن هاي هم انت مره الطين الاستقرار، شو اسوي بالسلاح حالي؟ مره انت مخلي بعبع، كم بعبع قدامي تخوفني، علي بصراحه انا اعمل للحفاظ على قوتي على امكاناتي. وتبقى المعادله معقده جدا. معقده جدا. لابد بصراحه لابد ان يكون هناك عقل استراتيجي، تمام، في الحكومه تدرس كل هذه المسائل تفاصيل، ويضع استقرار العراق وتنمية الشعب العراقي واستقرار الشعب هدف العراقي أساسي، وإيراداته وعمله وأداءه في أولوياته، لا يذهب زائدا. هسه باكر الدولار إذا صار 200 300، خب تعرف حتى راتب صعب، مو بس راتب، كل الناس يقومون على الحكومه طبعا، ما يبقى واحد ما يقوم على هذه المشكله. وهذا امريكا يقدر يسويها، يسوي لنا مشاكل سهله جدا. شكرا جزيلا للاستاذ ياسر محمد جعفر، شكرا جزيلا لحضرتك، ودائما اشكركم ساده المشاهدين على طيب وكرم المتابعه، ونتمنى ان يكون المانع خيرا لعدم حضور النائب الدكتور على الركابي. اشكركم جزيل الشكر والى اللقاء.